حيكون على شاشة التلفزيون لبنان، رح يكون معكم بحلقة جديدة من حلقات مأكولة. أنا أهلا وسهلا فيك يا أم سيرين. أهلا وسهلا فيك. كيفك؟ الحمد لله. أنا وأم سيرين اليوم رح نساوي أكل جديد وطيب كتير، باستا. لتختاروا أي نوع من الباستا أنتوا اللي عندكم إياها، مش رح حدد لكم نوع باستا، بالكرات والسمك. بدي أجيب سمكة، سمكة وزنها 600 جرام تقريبا طازة، باستا 400 جرام، أي نوع من الباستا اللي بدكم إياه، ضلع كرات كامل بدي اياه، عرق كرفس، بندوره حبتين، حامض للبرش بدي وحده، جزر للمواد العطريه بدي وحده، وهون بدي بصل وعرق كرات وورق غار، شو عندي مواد عطريه بستعمل. نعم. كزبره نص باقه، طحين بدي 4 ملاعق كبار، حليب بدي ربع لتر او كبايه، زبده 50 جرام، شرحها 10 جرامات بدي استعملها لقلية السمك والكرات والكرافس مع الكزبرة، و40 جرام بدي استعملهم للصلصة مع الطحين ومية فون عظام السمك يلي بدي اشتغل فيهم واعملهم صوص. نعم. راح اشوف بشو بنبلش. يا يا هعطيكي طنجرة كبيرة للسلق، حطي فيها شوية مي، وبدنا نجيب مقلاية وهيدي للفون. أول شي حبلش بالكرفس والكرات بالفرم، هي الكرافس مغسل، وهول استعملهم للمواد العطرية ضروري هول. نعم. بفرمهم شرحات رقيقة، حطي قطعة زبدة صغيرة بهون مثل معروف، هادي حط عمالي التاني بس يطلع لنا، وبناخد اتصال. الو، نقطع الاتصال ونضيف الكرافس، برجع هالكرات مغسل منيح. هيا لنا نوع سمك شايف فينا نستعمل، هيا لنا نوع سمك. نعم. يكون طازة، هون أنا نتف من كعب وبشيلهم، هاي دابغة أنا مغسله منيح، ونخليها ما بيأثر، المهم تكون نظيفة. نعم. ومناخد اتصال. ألو ألو، بونجور بونجور. الو بونجور شيف انطوان. نعم، يا اهلا وسهلا فيك، طول عمرك، ينعاد عليك من جديد. تسلم حبيب القلب، كلك ذوق. الله يخليك، حضرتك مزوج. شكرا. بدي بس عن شو اسمه عجينه السبليه كيف بيعملوها. تكرم عيونك حبيبي. الله يكرمك. بخاطرك. الله يخليك يا رب. بدك بكيه زبده صغيره 200 جرام. بتحط التليفون لاسمع. يلا اسمعني بالتي في. يلا. هي الكرات كثير بيعطيها طعمة طيبة. مطيبات أكيد. هاو نشيلهم. في الواحد كعب الكرات بس يشتري كرات مرة. نعم. يزرعه بأي بو مع الزهور ويطلع وكثير حلو وفي يستعمله. حلو. هلا
بدي أجرم السمك. نعم. لنستعمله معهم. هاي السمكة من هون. في إلى طريقة جرم معينة. مزبوط. تأخذ الكاميرا هيك. بجرحها بمشي فيها هيك. من هون. هلا بيجي عمل التاني بقلبها. هون هوا ما بستعملهم بس انا بدي اياهم للفون هلا طبعا بعملهم هيك لناخذ منهم خلاصتهم وبناخذ اتصال الو الو بونجور شيف انطوان بونجور اني اهلا وسهلا فيك يا عيوني اول شيء ينعاد عليك بالخير والصحه وطول العمر يا رب تسلمي كلك ذوق شيف انطوان انا عم تلفي انت عايدك بدي اقول لك انه اشتقنا لك كثير بفتره الاعياد لانه ما صرنا نحكي معك تسلمي بس بدي اقول لك بدي اسالك سؤال صغير بس قبل بدي اقول لك من بعدك ما حدا يطبخ ويعلم هاي اول شيء تسلمي هاو من عيونك الحلوين ومعزتك ماشي ومن بعدك ما حدا يطبخ طبخات مش مضطر الواحد يبيع كلوه لحتى يعمل طبخه حلوه هاي حلوه شايف انطوان بالنسبه للحلو العربي نعم اللي بنحط له قطر يعني اللي بنحطه بالفرن نعم ايام بنحط له قطر سخن وايام بنحط له قطر بارد يعني شو بتفرق انه شو بياثر فيها هيدي بليز تعطينا هيك كم معلومه وانا بتشكرك كثير 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 وبدي اسمعك على التلفزيون تكرمي عيونك ميرسي تكرمي عيني مهضومه يا ابني حدا بده يبيع كل ولي في يعمل طبخه ما حق فعلا شايف انت بتسهل كثير على الست كيف تشتغلها هيدي كمان عظم هلا قبل الكل مع العرق الكرافت شغله يحطهم هون بدي اعذبك حطي لي مي ونغليهم حطيهم كلهم الميات هلا برجع انا بشوف هون وين في حسك بدي اشيله نزيد مع المطيبات شيف ايه لا لا بنعمل نشيل الزفره هلا جلدة السمك هاي بدي اياها ما بكبها ليه؟ لأنه فيها مادة دهنية كتير منيحة تعطي نكهة وهي طازة تعطي نكهة وطيبة هون بعمل هيك هون في كمان حسك صغير هيك بهالعملية تأكدت إنه شلته كله صحيح صار هون فصفصتها يا شيف طيب شو بنعمل؟ شو بدي ياكل بدي ياكل عيد مش هيطلع له حسك مش يطلع له حسك يلا نوصي النار نوصي النار عندك زيد الباستا شيف اذا حطيت يلا سقطي ها برافو كمان ملعقة خشبية نحرك السمك هون كمان هون نفس الشيء انتبهوا هون في شوية حسك على الطرف ميلي رفيعة بتكون وميلي شوي أسمك بعملهم هيك وبشيله ما بده وقت ليستوي لا لا خلص بيستوي دغري هون وصلنا مقطع وبناخذ اتصال الو الو بونسوار شيف انطوان بونسوار هاني اهلا وسهلا فيك عيوني يعطيك الف عافيه تسلمي انت كمان اذا بتريد بدي منك شغله نعم الباد فيوتي نعم اذا كان
نحسب نص كيلو طحين قدي بده زبدة؟ بدها قدها نص كيلو. نص كيلو زبدة بدها. هلا في ناس بيعرفوا يمدوها مزبوط، فين يوفروا فيها شوي بحطوا 375 جرام زبدة. بس هي بشكل عام قد بعضها بتاخد. بس هي لازم تنعجن بالاول، لازم يحطوا لها تنعجن لوحدها. نعم. وبعدين بتنمد، بينشال الطحين الزايد على نصها، بينحط زبدة. نعم. بتتسكر. نعم. بعدين بتنمد على مهلة. نعم. بتنحط بالبراد ساعة. نعم. بترجع بتنمد كمان على مهلة. نعم. بترجع بتسكر على بعضها، بتنحط بالبراد ساعة ونص ساعة. نعم. بترجع بتنمد، بتنعمل العملية 6 مرات بتطلع عندك الباتفيوتي. بس سؤال إذا بتريد، الطويات لازم يكونوا كل مرة نفس الشيء أو ما بيأثر؟ ما بيأثر. هي لازم تنعجن بحليب أو بمي سادة؟ لا، ماي سادة وممنوع الحليب. ممنوع الحليب، ولا بيض. ولا بيض ولا شيء. انتبهي انتبهي، إذا بدي ساوي عجينة سريعة. نعم. للباتفيوتي. نعم. انتبهي ساعتها بعجن نص كيلو طحين، حط. نعم. معه بكاية زبدة صغيرة. نعم. حط معه بيضة. هون. أوكي. حط معه شوية فانيليا وبرش حامض وبرش جوز الطيب مشان الزنخة. نعم. بمدها وساعتها بحط بجوات داخلها، برجع بس 150 جرام زبدة وبمدها 4 مرات بيمشي حالها هي على السريع. بس إذا كان عادي لازم تنعجن بمي. مزبوط. تنعجن بمي وبعدين بمدها وبحط الزبدة بنصها، بصير بدعكها تاخد كل الزبدة. مزبوط. وبعدين بصير بحطها بالبراد وبشيلها وبصير برقها. بدها 6 مرات. اوكي. مش ضروري فرد نهار يعني. ايه. يومين ثلاثة اربعة ما بيأثر. ما بيصير شيء، بتضل 10 ايام بالبراد ما بيصير شيء عجينة فيوتاش. لانه ما فيها خميرة. لانه ما فيها شيء غير ماي وزبدة. ماي وزبدة. اوكي سنمديك. تكرمي مدام. شكرا. اهلا وسهلا فيكي. يا. في جيبي لي المبرشة من رش الحامض. هاو مواد عطرية بدي هون. ضرورية. وهاو دي بدي سويهون للصص. بكفي شيف أو بعض؟ بكفي. هي قد ما بتحطي لها بتنبسط. نعم. هي طيب الحامض. السمك. صحيح. يلا حطي فوق منه الكزبرة. منجيبهم نطحنهم هون بالآلة الكهربائية. نحطهم فوق. وما في داعي تقشروا البندورة. لا شو بغذي أكتر. صح. إلنا وين بيقشرون؟ بالأوتيل بكون قاعد فيه واحد 5 نجوم وبيدفع 500 دولار بالليل 600 دولار. يقشروا البندورة. بدهم يقشروا له إياها. لا لا إذا سألوا ليش عم بدفع هالقد؟ نروح البندورة عم نقشر لك إياها. أول نار نتف. ومناخد اتصال. ألو. ألو مرحبا سيف أنطون. مرحبتين يا أهلا وسهلا فيك حبيبي. كيفك سيف؟ كتر خير الله. كيفك ينعاد عليك. وعليك بالصحة والعافية كلك ذوق. الله يخليك. بدي أعزبك كيف بنعمل رز البرياني أو رز الهندي؟ على طول عم نعمل بيطلع يخبط معنا.
شو هي؟ رز البرياني، رز الهندي. آه رز الهندي برياني. تكرم عيونك حبيبي. مشكورة مشكورة. تكرم، أهلا وسهلا فيك. الله يخليك. تكرم. في النار خلص. قبل ملح بهار أبيض برجع الطيب اللي معروف يعني. نوص النار. هاي ملعقة صغيرة تاني. عندك للبهار كمان؟ لا. حط الكمية كلها شاي. لا 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 كتير خلص. بزيادة بزيادة. بهار أبيض دايما ما منكتر كتير. سهل. أول نار على عظام السمك هل يطلعوا. يلا بزيادة حركيهم وطفي النار. هون شان تطلع الزفرة بنشيلها ولا فينا نستعملها نرجع. عندنا 40 شكل بالنسبة للباستا وكلهم نفس العجين ما تعطلوا هم. ناخذ اتصال جديد. ألو. ألو. ألو بونجور. بونجور شيف أنطوان. بونجورين يا أهلا وسهلا. بدي أسألك إذا بدنا نعمل لازانيا. نعم. أوكي كيف تفضل نحط الباستا؟ أول شيء نسلقها بعدين نحطها أو منحطها هي وهيك ساعة واحدة وبعدين منحطها بالفرن؟ ني. لا يفضل يفضل إنه نسلقها 3 إلى 4 دقايق بس. نسلقها نرجع من مدة. نرجع منحطها بضمن ماي وإذا كنا بنطول شوي أكتر بنحطها على نايلون. ويفضل دايما إنه وقت منخلي الصلصة البيضة والصلصة الحمراء للازانيا نسلق اللازانيا 3-4 دقايق ونشيلها دغري نبردها ونشتغل فيها، يعني ما نتركها لأنه إذا تركناها ترجع بتلزق ببعضها وبتتكسر ببعضها. آه أوكي. هلا في بعض الناس بتمشي معهم ما بيسلقوها أهون لإلهم، بس شو بيعملوا؟ بيعملوا الصلصتين رخوين. رخوين، بحطوها معهم، بعدين بس يفوتوها على الفرن. ما بيقووا للنار كتير. ساعتها لتكون احمرت هالعجينة بتكون صارت تشرب من الزوم يلي موجود عندها من الصلصة الحمراء أو الصلصة البيضاء وبتستوي. ولكن أغلب الأحيان عم تضل هاي الطريقة تقرش شوي عجينة اللازانيا. اللي بيحبها تقرش ما بيأثر، اللي ما بيحبها تقرش يعمل الطريقة يلي هي بالسلق. تكرمي عيونك حبيبتي. تكرمي. بلشت تطلع زفرة. ايه هلا السمك مثل العظام اللحم مثل عظام الدجاج او لحم الدجاج كمان له زنخة زفرة نشيلها. تمام طعمها. اهم شيء للزنخة شغلة كتير مهمة ممنوع مثل هلا اتركها انا مشيلها والتهي بغير شيء بيجيب لي اياه غلط. صحيح. اذا غلط خلص زنخت زنخت ما عادش في شيء يزبطها. مزبوط. هون بدي انتبه لها بالاول انا ايد بايد بس تحسها انه بدها تطلع زفرتها ما بخليها تغلي تفقش فيها. بناخذ اتصال جديد. الو. الو. بونجور. مرحبا يعطيك العافيه. الله يعافيك. اهلا وسهلا فيك مدام. الو. ايه عم بسمعك عيوني عم بسمعك. إيه لو سمحت بدي اسالك ليش النموره بعملها عم بتفركش؟ عم تفرفت؟ شو السر؟
خبريني كيف عم تسويها لقلك شو مثل ما انت عملتها على طريقتك انت. ايه بس كيف طريقتي؟ خبريني كيف. برك نسيتها انا. الو مدام، مدام الو. ايه عم بسمعك. قولي لي شو الكميات اللي حطيتيها وكيف عملتيها، فيك تقولي لي؟ الو مدام، عم بسمعك انا، عم بسمعك. قطع الخط، بنعتذر بس يلا هلا بشرح لها النموره. انه اوقات الواحد بتكون عم تحضر ما بتنتبه لشغله صغيره بتكون قطعت معها، بتخليها تفرق. هش بتخليها تفرق طبيعي. يلا حطي لنا ملح والمواد العطريه من المعروف. المواد العطريه هون عندي عرق كرافس، نص جزرة، بصلة صغيرة، وعرق كرات. هاو بيعطوني ريحة كتير طيبة لمية السمك لقدر استعملها، وبالوقت ذاته بتعطي نكهة لقلب الصوص. ناخد اتصال جديد. ألو الو الو بونجور. يعطيك العافيه شيف. الله يعافيك، اهلا وسهلا. منيح كتر خير الله. اشتقنا لك الحقيقه. تسلمي تسلمي. ربنا ينعاد عليك يا رب. تسلمي وعليك بالصحه والعافيه وراحه البال. يحيي لك عائلتك ويحل على وطننا السلام. تسلمي عيوني. الله يرضى عليك. بدي لو سمحت تشاينيز والسمكه الحاره اذا بتريد، بس بدي اياها اذا بتريد اليوم انت تعمل لي اياها. تكرم الشاينيز على شو بدك اياه، دجاج او لحمه؟ على الدجاج. او سمك او قريدس. تكرم على الدجاج. ممكن تفسر لي اياهم اليوم لو سمحت؟ تكرمي. بدي اعملها بكره لانه يلا بخاطرك. كلك ذوق. تكرمي. ممنونتك انا. تكرمي عيوني. عاد عليكم على المساعده اللي معك. وعليك. تسلمي عيوني. الله يخليك. تسلمي. الله يخليك. تسلمي. لا انت بنبردها بالاول بعدين بعطيك المسفاية. نفتح عليها الماي، حطينا الماي. خليها تبرد مزبوط. هون بس يغلو نزيحهم على نار خفيفة مثل ما على طول بنقلكم. يلا هلا منيجي نبلش بهاو بنبلش نعطيهم ال نعم. هلا بنساوي الصوص الأساسية، كله أساسي، كله بده يعطي طعمة طيبة. حطي الزبدة من اللي معروف. إذا ما بدهم يستعملوا زبدة بيستعملوا زيت نباتي عادي. زيت نباتي بس ما بت... يعني بتغير طعمتها شوي. صح. نكون صريحين. بس هي شقفة زبدة مش كل مرة عم ياكلوا أكل دسم يعني. وهي لي 40 جرام، هاي بتطعمي 5 أشخاص هم. ما حتأثر. يعني بحاجة الجسم كمان للمواد الدهنية مثل ما بنقول أوقات. بس تدوب الزبدة نضيف 4 ملاعق طحين.
لنشد الصوص ايش هي. ناخذ اتصال. الو الو بونجور بونجور الو بونجور مدام بونجور كيفك سي فانطوان؟ ماشي الحال، اهلا وسهلا فيكي. مين معنا؟ عاد عليك بالصحه والعافيه ان شاء الله يا رب. تسلمي تسلمي وعليكي. الله يخليك الله يخليك حبيبي. بدي اطلب منك طلب والله يوفقك وتعطيني اليوم بدي تريش. الله يوفقك. هو المعروف شو هو؟ تريش الفلوت التريش تريف. ايه اوكي تكرمي. الله يخليك. تريف الشوكولا مشان الاولاد طالبينه مني. اولاد ابني وبدي اعمل. يلا تكرم عيونك اولاد ابنك. الله يخلي لك اياهم. طول عمرك ويخليك يا رب. ويطول عمرك شيف انطوان. انت احلى تيتا. الله يخليك يا حبيبي. تسلمي. طول عمرك. تسلمي. احلى تريف يا ناتي. نعم يا نجيب كبشي. لا لا مش هلا ما هلا. طيب يلا حطيني زيت. يا حركي. يلا نحن يو عم تساوي مسرين الصوص. نشرح التريف. تريف بدنا 200 جرام شوكولا مر نوع جيد. كل ما كان التريف بده نوع شوكولا جيد، كل ما كان جيد كل ما كان احلى. بتكون نسبة زبدة الكاكاو فيه بين 60 و65%. نجي بنعمل بالاول. يلا حركي شوي خلينا نعمل. هالمئتين جرام يلي هن مندوبهم على البخار ضيف عليهم 100 جرام زبدة. هات شوي عنيك. يا هلا بلش نضيف شوي شوي من مية السمك. نعم. كل شوي ما نحرك بيسوى دفعة واحدة. طبعا. ناخذ اتصال جديد. الو الو شيف انطوان. نعم بونجور. بونجور كيفك؟ ماشي الحال. كيفك انت؟ كيف صحتك؟ كتر خير الله ما بيأثر. كل شيء منيح. انت كيفك؟ انا منيحة. لو سمحت بدي الابوسفير. اشر الابوسفير بدي اعمله مربى. كيف؟ يلا تكرم عيونك. بطفي التليفون وبسمعك من التلفزيون لانه مقطعتهم ومغسلتهم. تكرم عيونك من التلفزيون. يلا هنتف صغيرة بنحطهم رح نبلش بالشرح ورا بعضهم. تكرم عيونك. الله ناطرتك على التلفزيون لكان. ايه يلا على التي في. الله يعطيك بالصحة وشوف انطوان. تسلمي عيوني. تسلمي. اهلا وسهلا فيكي وانت كمان بالصحة والعافية ويخلي لك عائلتك. بعضها. ايه بتجانس وتنعم. نعم. هلا منضيف كمان شوي قصم ورا قصم. اصبح لنشيل التريف من دربنا.
تريف 200 جرام شوكولا مر باب اول، زبده الكاكاو فيه اكثر من بين 60 و65%، بنحطهم ضمن بان ماري، بضيف لهم 100 جرام زبده، نص مكيه زبده صغيره، بدها تكون الزبده كمان نوعيه جيده. بحركهم مع بعضهم، بشيلهم، بعملهم كرات، بجيب ورقه زبده، بعملهم كرات، خليني نشيلهم شوي لبرا، ضل حركهم ليبردوا، بعملهم كرات صغيره وبحطهم على حلو. برجع بفوتهم على البراد ربع ساعه. ربع ساعة تلت ساعة يلا. ننزل كل الكمية لأنه كلنا بدنا إياها. ولا منشيل. نجيب مصفاية منصفي الباستا، تبولي شوي. هاي الطنجرة فاضي، صفيت منها الباستا أنا فاضي ما فيها شي بقلبها، بحط برجع الباستا بقلبها. خلي يغلو، حطي له ملح وبهار شوي مش كتير، لأنه ليش حاطين نحن ملح وبهار؟ نزيد له جوز الطيب شيف؟ نعم نزيد جوز الطيب كمان شوي صغيرة. نعم حركي يا ابو الشريط. بس لتغلي. نعم. ناخذ اتصال. الو. يعطيك العافيه. الله يعافيك، اهلا وسهلا فيك. كيفك شيف انطوان؟ كيف صحتك؟ حبيبي كتر خير الله، انت كيفك؟ الله يخليك والله على روحك. خبرني كيف المدام، عم تعمل لك اكل طيب؟ والله المدام ما في مثل، عم تعمل لي اكلات من غير شكل من ورا حضرتك. يلا صحة وهنا، هالمهم. الله يعطيك الف عافية، خلي لنا اياك. تسلم حبيب القلب، تسلم. بدي عزبك اذا بتريد، بدي وصفة البيتزا السوري الصغار. ايه تكرم عيونك. لك الله يكرمك على راسي يا محترم. بخاطرك، هلا بيكون المخرج عم بيأيدهم وهلا بنشرح لكم اياهم. على راسي، يعطيك الف عافية. الله يعافيك حبيبي، تسلم. على راسي. جيبي لنا ملعقة الخشب. لعندك لعندك. هي زيتها. ايه زيتها مقطوع الماء، بدناش تنجد كثير. ما ضل عنا. كمان ملح وبهار هون، لانه ليش غسلت انا الباستا بخف ملحها مشان يطلع كل شيء مرتب ونكهه مظبوطه. بدنا نرجع لها هيك. كمان بهار ابيض شوي، جوز الطيب مش ضروري بقى لان الصوص فيها. صحيح. بيجي انا بنزل نص هالكميه هون. جيبي لي الصوص هذيك، بعطيكي ملعقة. يا سكبيهم عليا كل الكمية. كلهم ناكل أكل طيب طبعا، يتوزع على الكل.
الدواء. نرجع كمان نفس الشيء نحركهم شوي مع بعضهم وبحطهم فوق. هي الفكرة طبقتين طبقتين، يعني صاروا حشوة هو بالسمك. نعم. الكرات والسمك صاروا حشوة. ملسيون ما بنحط عليها شيء، لانه جبنه انتبهوا ما تقولوا انه بس بدنا نحط جبنه، جبنه بتموت لها طعمتها، بدي خلي طعمه السمك والكرات هي البارزه. ومشبع بالصوص ما بحاجة. ايه ما خلص هيك. هلا بنحطها بالفرن وبنتوقف مع محطة إعلانية وبنتابع حلقتنا أنا وإم سيرين عبر شاشة تلفزيون لبنان. بنتابع حلقتنا أنا وإم سيرين عبر شاشة تلفزيون لبنان. هون حطينا بالوديعة بالوديعة. نعم. بالأمانة. نعم. حطينا الباستا بالكرات والسمك زرجو. هي وديعة ما بتروح، هي وديعة مأمنة، هي مع ناس أمينين. برافو عليك، مش حيالله طبعا منا رياض سلامة ما نلحقوا للقبر، لأنه خرب الوطن وخرب خان الشعب وخرب الوطن. صحيح للأسف ببلاد برا اللي بيخونوا الوطن بيعدموه. صحيح، هذا خان الشعب وخان الوطن. نعم. يلا التروف 200 جرام شوكولا مرة نوع جيد، ونحطهم ضمن طنجرة بخار، يعني وقت اللي بقول بخار طنجرة بقلب طنجرة، يعني طنجرة هيك وبتجي فيها مي حطها على النار، وعي فوق منها بيتحمل حرارة الشوكولا مفرومين فيه. كيسو بنحركهم، بنضيف عليهم 100 جرام زبدة، شئن تدوب الزبدة وتبلش تعطي لمعية خفيفة، ما بتركها كتير تبقوا تعطي لمعية خفيفة بشيلها. هلا إذا مستعجل بجيب وعي في ثلج ومي. نعم. بشيل الوعي بكان على مي سخنة بحطه على الثلج والمي وبصير بحركهم بصيروا يسقعوا. نعم. بصير شيل شوي شوي بكعزلهم قد القلة. بكعزلها بنحطها على ورقة زبدة. بعدين بحطها بالبراد ربع ساعة بتسقع. بهالوقت برجع بجيب كمان 200 جرام شوكولا نوع جيد نفس النوع. بنحطه بس عم ندوبه على النار. نعم. شئ انه يدوب بشيله. هاي القطعة يلي فيها زبدة يعني شوكولا مع زبدة بجيبها وبغطها فيها. بغطها فيها بشيلها. بغطها بالكاكاوون نوع جيد كله جيد. نعم. بعدين بنحطهم على اطباق وما بدنا براد، فينا نضيف منها مثل ما هي وبيطلع عنا التروف. النمورة. كل نص كيلو سميد، كباية طحين فرخة، 3 ملاعق ونص سمنة أو زبدة، ملعقة أكل سكر كباية ونص، خميرة البيرة ملعقة صغيرة ونص، بيكون باودر ملعقتين صغار، بخلطهم كلهم سوا مع بعضهم، في يضيف لإلها حليب بودرة 3 ملاعق، في مضيف ما بيأثر، ينمزجوا مليح مع بعضهم، بضيف لإلها مي وبعجنها لتصير عجينة رخوة. هلا بجيب صينية، إما بدهنها طحينة أو بدهنها زيت بس بالمحرمة المايدة. ليه؟ لأنه هاي ما بتشرب كتير زيت، بحفها هيك برجع بحط عليها طحين ما يلقط الطحين عليها. هيا يلا 2 صح، نزل المزيج عليها، بهزها بقطعها تقطيع شكلي، برجع بحط فلقة لوز او كاجو او فستق سوداني، بريحها ربع ساعة فوتها على الفرن. بالفرن بدها نص ساعة الى 5 دقايق طلعها. برجع بمحل معلمت تعليم شكلي بشد السكين شوي، او مش حافي بلاستيك اذا كانت تيفال او تيفلون بنشد مش حافي بلاستيك. برجع بفوتها 6-7 دقايق على الفرن لينشف كعبها ويستوي، بشيلها كون حاطت على النار 3 كبايات سكر،
مع كباية ونص مي، قشط حامض أو بس يغلو 3-4 دقايق، آخر شيء ملعقة صغيرة عصير حامض، النمورة سخنة، القطر سخن، بس شيل النمورة من الفرن هي سخنة بسقيها بالقطر السخن، بتفقفق بتركها تبرد أقل شيء 4 ساعات، مشان هيك ممكن تفرفت بتشيلها سخنة، بتفرفت 4 ساعات بعدين بشيل أول وحدة هيك بطريقة ناعمة وهوليك بيصير يطلعوا معي بسهولة بالمشهد. هيك بتكون فرقت مع مشهدتها هي وسخنة. البرياني، البرياني أكلة هندية صارت عند إخواننا الخليجية الأكلة الأساسية المفضلة، كأنها من عنده لاي قد ما في هنود موجودة بالخليج. نعم يمشوا بيتأقلموا. صحيح. منه. كيف بنساوي البرياني؟ بتتساوى على لحم على سمك على دجاج البرياني، وبدنا نستعمل لها رز بسمتي يلي هو كتير أساسي لإلها. لنفترض بدنا نعمل برياني على دجاج، أول شيء بقلي على النار بشوية سمنة، حبة لومي، عودين قرفي، ورقتين ورق غار، 3-4 حبات كبش قرنفل، 3-4 حبات هيل، 3-4 حبات بهار أسود حلو، وبحركن على النار بالسمنة. نعم. لتطلع زيتون، ليطلع في ريحة لإلون زيتون. ساعتها بحط بصلة ناعمة فوق منهن كبيرة، برجع هاي البصلة كون جبت الدجاج قطعته مغسل مقطع منشف، مش منشف بالورقة يعني، بس محطوط بالمسفاية من بعد ما نغسله أقل شي نص ساعة، بلطه بالطحين وبقليه بزيت النباتي أو سمن وبضيفه فوق البصل، بحركهم معهم. من بعد ما حركهم معهم بحط لهم قليل كتير من الزوم من الماي مع نتفة صغيرة كزبرة خضراء مقطعة، وبترك يغلي الدجاج لوحده بالأول ربع ساعة. بجيب أرز البسمتي المغسل ضيفه فوقه. نعم. بحركهم. من بعد ما حركهم ما بحط هون بعد ماي، ما بضيف ماي، بتركهم يغلوا مع الأرز حوالي 12 دقيقة، برجع بضيف لهم ماي عادية عادي، وبرجع خلين يغلوا شوي لتنشف شوي الماي على وجه الرز. بجيب كركم هيدي صفرة بدوبها بشوية ماي أو زعفران، هو أصولا زعفران. نعم. بس الزعفران كتير غالي. صحيح. نستعمل الكركم دوبهم، وبيجي بعمل على الطنجرة زيحين ثلاثة بس ممنوع حركها هلا، تلويني. بعملهم تلويني، برجع بغطيها وبتركها ربع ساعة. من بعد ما غطيها وتطلع ربع ساعة، كمان بعد ما حركتها بجيب نتفة بخور في بخرة. نعم. مثل الرز المدخن. نعم. نتفة فحمة حطها على النار، بحطها بصحن على ورقة ألمينيوم، وبحط لها شوية بخور وبضيف نتفة موارد عليها، وبحط الفحم بقلبه وبغطيها، بتركها 5 دقايق، بشيلها بكشفها بسكبها للبرياني، بيطلع الأرز لونين ثلاثة بقلبها، ومنقول لهم ألف صحتين. الوديعة شو وضعها؟ وديعة بتجنن. بأمان. السبلي، السبلي هي من أهم عجائن البيتي فور، يعني بس قول كلمة بيتي فور يمكن يكون أنا عامل 60-70 نوع من عجينة السبلة وكلهم اسمهم بيتي فور. نعم. لك شو واسعة. لنعمل عجينة السبلة جيدة بدي 200 جرام زبدة طرية، يعني منا من البراد ولنا دايبة، بتكون شيلها من البراد وإذا دعكتها بإيدي هيك تندعك معي. ضيف عليها إما أنا بدي ضيف 100 جرام سكر، إما سكر بودرة أو سكر عادي 2 صح. إذا سكر بودرة يعني كباية، إذا سكر شاي يعني نص كباية، ليلة متقيل سكر الشاي هو متقل حاله. بدعك الزبدة مزبوط مع السكر لتصير على شكل المرهم
برجع ضيف عليها اما زلال بيضة او صفار بس لان كمية صغيرة او نص زلال كمان بكفي، شوية فانيليا، وبضيف عليها 300 جرام طحين. الطحين بس ضيفه على الزبدة والسكر البودرة تبول شوي. ممنوع اعمله هيك، ممنوع، بدي غنجه. كيف الغنج بيتم لولد صغير؟ مساج. بدي غنجه مثل المساج. بدي غنجه تغنيش لتاخد بعدها لتضل. بس بدي اكل انا اي نوع من هالبيتي فور من انواع السبلة، تفت فت العجينة تحت اسناني ودراسي. يعني تبدعت. هلا في سويها بعدة موديلات. هلا السبلة المعروفة اذا رحنا على باتسوري بدنا ناكل او محل حلويات وبطلب سبلة، بيجيبوا لي قطعة هالقد كبيرة، الطبقة التحتانية سادة، الطبقة الفوقانية مقورة من النص، يعني ان شاء الله بردت ما نحترقش، بردت يعني مقبولة. مديت العجينة انا، نعم، بقطع وحدة كبيرة مثل هاي، هاي سخنة يا بنا، وهي سخنة سخنة تقريبية، هاي مثل هاي وحدة كبيرة مثل هاي بتضل سادة. نعم. بدي اشيلها. ليه يا شيف؟ بشيلها بالملقط، نعلمهم للناس. بحب اعلم مزبوط. ها. هاي العجينة مديناها. قطعنا أول قطعة كلهم قطعناهم هيك. نعم. بعد أنا، إذا عندي 10 قطع من هاو، بدي أعمل 5 مقدوحين من النص وخمسة لا. إذا عندي 18 قطعة مثل هاي، بدي 9 مسكوبين من النص هيك بقدحهم. برجع بشيل قلبها. نص العدد. نص العدد. دوب مربى على النار، مربى المشمش البيوريه الناعم. دوب شوي على النار، منه ما بحط لهم شيء معهم. نعم. بشيلهم بفرشاية. بدهن الطبقة التحتانية. نعم. هاي. برجع الطبقة المقدوحة. حطها فوق منها. برش عليها شوية سكر بودرة. نعم. ومنقدم. هيدي هي السبلة. هلا وقت اللي بيكون في مناسبات، نعم، وقت اللي بيكون في مناسبات هلا بتبرد. نعم. وقت اللي بيكون في مناسبات بدنا نقطع السبلة او البيتي فور صغير يعني. نعم. ليشيلوا وحدة قد اللقمة، ساعتها بيتقطع صغير. لو بدي اساوي منها صغير كمان نفس الشيء، بقطع مثل هيدي على مدور. نعم. كمان قد نصها الحجم، بسقبها من النص بستة قلم فينا نسقب. نعم. يعني او باي قرطاس بيكون موجود عندي. كمان نفس العمليه، بدهنها شوي صغيره من المربى ونتف صغيره على يعني. كمان الوديعة بالامان. شو مخرجنا؟ شو بعد عنا؟ قشر البصفير. نعم. المخرج بجنن ما يجيب لي اياهم. طبعا قشر البصفير. اول شيء البصفير بدي ابرشه، يفضل انه ابرشه بسكين عادي او منشار ما بيأثر، انه بس ابرشه بوفر نقع بالماء كتير للمرورة. نعم. موجودة فيه. ببرشه بعدين بقشره، بنقعه بالماء 36 ساعة، بغير له ميته 3-4 مرات، بعدين بيطرى على الماء. نعم. بجيبه بلفه على بعضه، بلفه يعني هيك بتصير. قد هاي. نعم. بيجي انا بعمل لها هيك هيك وهيك، وبجيب تبع القشر الخشب. نعم. تبع نشك فيه. نعم. لشيش طاووق او ما شابه ذلك. بحطها، برجع التاني نفس الشيء هيك وهيك نفس الطريقة كلهم ورا بعض. بحط بالشيش حوالي 5-6 حبات. نعم. بحط ماي على النار، استغلي فيه، حط رشة ملح ورشة سكر وما بيأثر، سقطهم بقلبها مع الصيخ. نعم. بغليهم 7 دقايق، بشيلهم بردهم، بشيلهم من القضبان، اخذت كسره بعصرها بايدي كل حبه بحبتها، بحطهم بوعي. كل كيلو قبل ما سلق، قبل ما نقعته بالماي بزينه، بده كيلو سكر. أوكي. يعني قبل ما انقعه بالماي، لانه بيتقل بس انقعه. نعم. بالماي قبل ما انقعه بالماي كل كيلو بده كيلو سكر، بحط السكر عليه وبتركه من عشيه لعبكره.
أو في نحطه على النار شوي من مية البصفير، اشرب البصفير، وبحط سكر العيار دوبهم وبحطهم بقلبي. بصير بحركهم أسرع، هايدي بصير بحركهم، بحط معهم ورقتين عطر، ثلاث أربع حبات كبشة قرنفل، ومنقلكم ألف صحتين وتكرم عيونكم. راح أشوف المقادير عبر شاشة التلفزيون لبنان. نتابع حلقتنا. السؤال للمدام يلي قالت أمتى منضيف نستعمل القطر بارد وأمتى منستعمله سخن؟ إذا كان عنا نمورة نستعمل القطر سخن، إذا كان عنا أي نوع من البقلاوة بالصدورة بتكون نستعمل القطر سخن، لحتى البرمة كمان القطر سخن. أما إذا كان مثل المعكرون والعويمات بده يكون القطر بارد أو فاتر شوي ما بيأثر، أو بارد. نعم. إذا ما نعمل أصابع زينب بده يكون القطر بارد. أصبحن أكثر شيء بهمون المشبك قطر بارد، أكثر شيء بده يسوي مع كرون وعوامات والشغلات. نعم. هيدي الله يا شيف حلوة، شفت لا بدها جبنة ولا بدها شيء. حلقتنا لليوم انتهت. أنا بشكرك أم سيرين على معاونتك على هالطبق الطيب. أنا بشكرك يلي شيف. كان باستا بالكرات والسمك. على أمل أن تمر هذه الأيام بسلام. من إلكم باي باي، أنا أم سيرين، ونشوفكم بحلقات جديدة.